لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لكي يصلك كل جديد. حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين على التعليق على عدم تكريم والدها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42. شاركت رانيا عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك منشورا جاء فيه علامة استفهام كبيرة، ازاي مهرجان القاهرة السينمائي يقام هذا العام وقد غيب الموت عميد السينما المصرية والعربية محمود ياسين بدون أن تقام هذه الدورة على شرفه، حقيقي شيء لا يصدق. لتعلق عليه رانيا قائلة: احنا ولا فارق معانا التكريم ده، وبابايا اتكرم مرتين من مهرجان القاهرة السينمائي، بس الناس فارق معاها، مشكورين على مشاعركم الحلوة. وتابعت: تكريم بابايا النجم محمود ياسين إضافة لأي مهرجان، شكرا لمشاعركم جمهور محمود ياسين الكبير، حبكم ليه هو أهم وأكبر تكريم. وعلقت شهيرة زوجة محمود ياسين على عدم التكريم قائلة: أنا مش مهتمة، الناس هي اللي فارق لها. الجدير بالذكر أن محمود ياسين توفى في 14 أكتوبر عام 2020 بعد صراع مع الالتهاب الرئوي، تاركا خلفه إرثا كبيرا. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لكي يصلك كل جديد.